صباح الخير يا بنتي. صباح الخير. لو سمحتي بدنا نطلع بدل ضائع عن هوية وهي ضبط الشرطة. كنت مخطوف؟ أنا أقول لك يا بنتي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. معك أي شيء بخصك لطلع لك إخراج قيد دفتر عائلي دفتر جيش؟ أي شيء بخصك؟ معي هاي الورقة أعطوني إياها وقت طلعت. اسم الثلاثي؟ قصي ماهر عمران. والدتك؟ سميرة. تولد؟ دمشق 13/8/1989. اوف معقول؟ طالع عندي انه حضرتك متوفي. كيف متوفي؟ ما عليكني واقف قدامك يا بنت الحلال. الزلمة كان مخطوف وليك واقف قدامك، كيف بده يكون متوفي؟ ما أنا مالي علاقة، هي الكمبيوتر عندك. حضرتك قصي ماهر عمران، التولد دمشق 13/8/1989. لا يكون تشابه أسماء لك يا بنتي. بجوز، بس تاريخ الوفاة 15/11/2019.